على الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، فأنت تسلبين على وتفعلين، لا تفعلين، لا تسكبين، فهي تنصب بحذف النون. أنتم thank you.
الأمر مع أنا. طيب إذا معي ضمير مع ضمير المخاطب. نعم أنت لا هذا غير صحيح، لأن الهمزة إنما تكون همزة وصلية أخر الأمر، لأنك ستحذف أداة الجزم وحرف المضارع وما بقي لا يمكن أن ننطقه لأنه يبدأ بالسكون. نعم نضع همزة من جنس عين الفعل، عين الفعل مضمومة، إذن الهمزة تكون همزة الوصل مضمومة. أسكب. أنا عندما أرى العلامة هذه فوق الألف أقول أسكب. يعني هذا علامة المد. لا هذيك همزة قطع. نعم هي همزة وصل، تقول فاسكب مثلا. هم هن الماضي مصدر إلى الراء بالفعل. هاي أسنده إلى الراء بالفعل من هي المجهول. فعل مجهول سكر. اي انا سكرت، هذا مبني للفعل، هذا مصدر للفعل مبني للمعلوم وليس للمجهول. اي سوكي مشكون هو وانا سكبت. فمش فلسفة مش بتصنع صاروخ. أنا سكبت من طرف من يسكبك. أنا سكبت، نحن سكبنا. أنتِ لا أنتِ سكبتي. هاي طبعا طيب اللي بعد أنتما سكبتما ظهر الميم، لأن يعني ظننت هي لأن الميم والتاء على نفس المستوى. سكبتم أنتم سكبتم you
اسم مضارع. أنا أسكن. أسكن. أنتما طيب أنت تسكبين أكرامة وأنتما تسكبين هذا من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون والفعل خال من النواصب ومن الجواز. أنتن تسكبن. هو يسكب. هما يسكبان. انظروا معنا للنسوة. أنتن تسكبن، لن تسكبن، لم تسكبن. هن يسكبن، لن يسكبن، لم يسكبن. في درس النحو ماذا قلنا؟ قلنا أنه أن الفعل يكون مبنيا إذا اقترنت به نون النسبة. رأيت معنا في المضارع المرفوع وفي المنصوب وفي المجزوم لزم الفعل السكون. واضح؟ هذا ربط بدرس النحو. في درس النحو قلنا أن الفعل فعل مضارع إذا اقترن بنون النسبة بني على السكون. هنا واضح؟ مع أنتن ومع هن، هي نون النسوة. نون النسوة يعني نون مجموعة النساء. فنجد أن أنتن المخاطبات، أنتن تسكبن، لن تسكبن، لم تسكبن، لم يتغير آخر الفعل. فهو إذن مبني، هنا مبني على السكون. نفس الشيء هن يسكبن، لن يسكبن، لم يسكبن، أيضا مبني على السكون. واضح؟ من يتفضل إلى السبورة؟ Thank you.
وعين أبدأ بالأطفال الكبار الذين يخفون وجوههم وراء أيديهم. إلى السبورة. كيف مشبه؟ يا نايهم. فارس ما يتفارس إلا ماي. لا. بالعكس ضع الجدول كما هو امسح الافعال فقط. هما ذهبتان إلى أين؟ الفتحة وضعتها تحت النون، تحت نحن يا قريب. فأنت تذهب. هي تذهب، الفتحة قريبة من النون التي فوقها. نحن نذهب، وهي لغة من لغات العرب، وهي لغة من العامية. العامية يقول قد نذهب وراء نذهب. هذه لغة من لغات العرب.
Nick.